سفاحين اللغة الإنجليزية ومبدعينها. شكرا على عظمة الحصة اللي اعطيناكم إياها قبل شوي. جاك وأنس البلوي يحكي لكم بإذن الله عز وجل ومن قلب يحب الـ 2005 صدقا، إنه خمس طرق من أجل المراجعة على امتحانات الوزارة النهائية. هاي الخمس نقاط دائما حطها بين عيونك عشان علامتك ما تخونك. تعال اسمع وافهم. رقم واحد، أن نعلم أن الوزارة عادة تركز على النقاط الرئيسية، لذلك دائما كون عارف الهيدلاينز، النقاط الرئيسية، لأنه أنت 100% راح تنسأل عنها. كيف أستعد لامتحانات الوزارة وألملم المادة من خبرتنا وتجربتنا؟ باجي بخبرك وبحكي لك التالي، والله الحل للتمارين الوزارية. نصيحة لوجه الله، في كثير منكم بيعرفوش أشكال الوزارة. الحل للتمارين الوزارية للمواد التي لم تتغير، أما التي تغيرت كالرياضيات والفيزياء والبيو فأنا أستاذي التمارين اللي أعطاني إياها وأسئلة الكتاب كلها هاي أكون متأكد إني أحلها، لأن طبعاً لأنه سنة أولى هاي المناهج طبعاً راح تكون أسئلة من هذا الكتاب، فأوعى تروح سؤال أنت مش عارف فكرته نهائياً. كيف ألم في هذه الأيام؟ بكل بساطة، على فكرة مخك كل ما يشعر بالخطر بيصير قوي زي المطر. كيف يعني؟ يعني عادي عادي، هسا أنت وصلت لمرحلة تقدر بيوم تسحب وحدة كاملة. لذلك أنا بقول لك الجلسات الدراسية الآن تضخيم، تضخيم الجلسات الدراسية تماما كتضخيم العضلات. بده هرمونات، لكن مش الهرمونات المحظورة، إنما هرمون التركيز. بركز، بصير أضخم الدراسة، بقعد بدي أخلص وحدة إنجليزي، وحدة رياضي، وحدة رياضيات بزبط ولا بزبطش بعرفش، وحدة تاريخ، وحدة دين، وحدة فيزياء. أقعد وقعدات جدعة 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 إن شاء الله. طب ما هو الهرمون الأصلع للتضخيم، الأسرع للتضخيم؟ إنه بكل بساطة أركز، أقعد أسحب، أقعد أسحب ونفكنا من القومة والنزلة، أقعد واسحب، خلي ميتك عندك، أكلك عندك، وتطلعيش برا غرفة. رقم أربعة، كيف ألملم المادة قبل الامتحانات الوزارية؟ قتل الخوف، ما سمعش حدا يخاف، اسكت اسكتي. بتخاف بتخافي ليش؟ هو انت وياه مفكرين انه راح يصير عليك اي اشي الله مش كاتبه؟ اوعك اسمع ولد ولا بنت بخاف. اللي بخاف عنده خلل في الايمان، اللي بخاف مش مؤمن بقضاء الله وقدره. اعمل اللي عليك وبس، فوالله والله والله لو ورجيت ربنا عز وجل آخرك بورجيك آخره ملوش آخر سبحانه وتعالى. أصلاً بيعطي الناس أكثر من تعبها لأنه بيجازيك برحمته. فاللي بخاف ما يخافش ويضيع الوقت بالخوف والكلام فاضي. روح الخوف الموجود لو ضيعت الوقت اللي بتخاف فيه بالدراسة لكان أدائك أداء تاني. ما تخافش، اعمل اللي عليك وتوكل على الله عز وجل. نعم. رقم خمسة، كيف أضبط أموري للامتحانات الوزارية النهائية؟ رقم خمسة، والله أهم نقطة. أي واحد سلبي في حياتك بنكد عليك بقول لك إنك مش راح تنجح، تمسكه زي هيك وبوم برجلك بتطلع برا حياتك. ممنوع وجود أي شخص سلبي في هاي المرحلة. صاحبك بسمعك كلام بسم البدن بديش إياه، صاحبيتك بتسمعك كلام بسم البدن بديش إياه نهائيا. وأخيرا وليس آخرا يا طلاب الأعزاء، ستنالوا ما زرعتم وحصدتم. مدرس اللغة الإنجليزية على منصة جو أكاديمي الأستاذ أنس البلوي، ما ننسى إن شاء الله مكثفنا من الجلد للجلد كل المادة بعشرة أيام مضغوطة من 1/6 لعشرة 6. طلابي طبعا اللي كانوا عندي بطاقة فصل ثاني، انت بطاقتك فيها الفل، تحب انك كمان تراجع؟ اصلا انا مش مقصر معك، كل يوم بطلع مراجعة بخدمتك. السلام عليكم.